طيب انا عايز كلمه من حضرتك لجمهور النادي الاهلي، لان حضرتك بيبقى ليك مردود كبير مع جماهير النادي الاهلي من الموسم الجديد، لان طبعا الجمهور دايما بيبقى حابب ان هو يطمئن على الفريق وحابب يطمن على طريقه التعاقدات وحاول بيبقى حابب يطمن دايما على النادي الاهلي يا باشمهندس. انا اقول للجمهور اللي هو طول عمره سند النادي الاهلي، طول عمره يثق في النادي الاهلي، هو الجمهور الذي استمتع ببطولات وتقاليد وقيم وتاريخ ورموز وتبادل معه الثقه والحب. خليك على هذا المنوال، مفيش مانع انك تقلق، لكن قلق الواثق، قلق المتفوق اللي عايز يبقى الاول. باذن الله كلنا هنبقى عند حسن الظن، والاهلي دائما فوق الجميع وفي مقدمه باذن الله.